تعرضت المستشارة الخاصة للرئيس السوري بشار الأسد لونا الشبل لحد السير على إحدى الطرق المؤدية إلى مدينة دمشق، ما أدى إلى دخولها العناية المشددة وهي في حالة حرجة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. ونقلت الوكالة عن المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية في سوريا أن لونا الشبل تعرضت لحادث مروري، ولفت المكتب إلى أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن مسارها، وأدى الحادث لتعرض المستشارة الخاصة للرئيس بشار الأسد لإصابات شديدة نقلت على إسرها إلى المستشفى، حيث تبين إنها تعرضت لنزيف حاد في المخ. ولفتت الرئاسة السورية إلى أن حالة لونا الشبل استدعت إدخالها إلى العناية المشددة على الفور لتتلقى العلاج من فريق طبي مختص. واتجهت أنظار وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية نحو دمشق عقب تعرض المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية لونا الشبل لحد السير أدى إلى إصابتها بنزيف دماغي حاد. في البداية قال المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية أن المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحد السير على إحدى الطرق المؤدية لمدينة دمشق. وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار. وتابع التوضيح أن لونا الشبل تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إسرها إلى إحدى مستشفيات دمشق. واختتم التوضيح بالقول تبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص. وتداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن الوضع الصحي للونا الشبل حرج للغاية. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن لونا الشبل المقربة من الرئيس السوري بشار الأسد نقلت إلى مستشفى الشام وهي في حالة حرجة جداً. وأضاف من المفترض أن يخرج النظام السوري ببيان رسمي لتوضيح الحادثة إذا ما كانت محاولة اغتيال أو حادث مفتعل أو إنه حادث عرضي بسيارتها. وتابع لونا الشبل لعبت دورا هاما في المصالحات في عدة مناطق وعلاقات القصر الجمهوري ولم تكن إعلامية عادية. ورغم الرواية الرسمية السورية التي تؤكد وقوع الحادث بشكل عادي تصر تقارير إعلامية لوسائل إعلام معارضة على رواية الحادث المدبر، حيث تحدثت تلك التقارير عن أن سيارة مصفحة صدمت السيارة التي كانت فيها لونا الشبل على أوتوستراد دمشق يعفور مما دفع سيارتها باتجاه منتصف الطريق. وأوضح أن السيارة التي صدمتها كانت مجهزة بدعامة حديدية في المقدمة مما أدى إلى تعرض لونا الشبل لنزيف دماغي حاد. وتضيف إنه عقب الحادث تم إسعاف لونا الشبل بداية إلى مستوصف الصبورة في منطقة يعفور قبل نقلها إلى العناية المشددة في مستشفى الشام بدمشق، فيما نقل السائق والمرافق إلى مكان مجهول عقب الحادث. تلفزيون سوريا المعارض ومقره في تركيا قال إنه قبل أسبوع اعتقلت السلطات السورية العميد ملهم الشبل شقيق لونا الشبل بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بحسب المصادر. وقبل أسبوع اعتقلت استخبارات النظام العميد ملهم الشبل شقيق لونا الشبل بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بحسب المصادر. وكشفت مصادر مطلعة من دمشق أن سلطات النظام السوري منعت زواج لونا الشبل الرئيس السابق للاتحاد الوطني لطلبة سوريا والعضو السابق بمجلس الشعب عمار سعاتي من دخول المستشفى. وأفادت المعلومات الواردة من داخل مستشفى الشامي
بأن حالة النزيف التي تعاني منها لونا الشبل شديدة للغاية، وأن هناك انتظاراً لضوء أخضر لإعلان الوفاة. وانتشرت صورة قرار موقع من وزير التعليم العالي في حكومة النظام يقر إنهاء خدمات سعاتي وتصفية حقوقه، وفشلت محاولات سعاتي بنقل زوجته لونا الشبل إلى بيروت، ثم وصل أطباء من لبنان وأكدوا له إنها في حالة غيبوبة وبحاجة لمعجزة إلهية للعودة للحياة مرة أخرى. ويأتي الحادث بعد أن استبعد رئيس النظام السوري بشار الأسد اسم لونا الشبل من قائمة اللجنة المركزية لحزب البعث مع آخرين، من بينهم مستشارته بوسينة شعبان ونائبه للشؤون الأمني علي مملوك، خلال الاجتماع الموسع للجنة المركزية الذي حضره الأسد وعين الأعضاء بنفسه في إيار الماضي. وتعتبر لونا الشبل من أبرز الشخصيات في الدائرة المقربة من رئيس النظام بشار الأسد، وتشغل منصب مستشارته الخاصة والمسؤولة الإعلامية في القصر الجمهوري، وإحدى أكبر المسؤولين الصحفيين في حكومة النظام. ظهرت لونا الشبل لأول مرة عبر برنامج زوايا وأعمدة الذي عرض على التلفزيون السوري، وكان من إعداد فؤاد شربجي. وفي عام 2003 انتقلت للعمل مذيعة في قناة الجزيرة القطرية قبل أن تستقيل منها في عام 2011 لتقف في صف نظام بشار الأسد ضد ثورة السوريين. بعد استقالتها من الجزيرة ظهرت لونا الشبل فجأة على شاشة قناة الدنيا متهمة القناة القطرية بخيانة الأمانة الصحفية بسبب تلفيقها للأخبار التي تبثها حول الأحداث في سوريا. تزوجت لونا الشبل من الإعلامي اللبناني سامي كليب الذي كان مذيعا بقناة الجزيرة أيضا. وبعد انتشار قصة البريد الإلكتروني المسربة لبشار الأسد كان اسم لونا الشبل بين أسماء الفتيات المذكورات فيه، ولم يكن زوجها سامي راضيا عن علاقتها مع سلطات النظام. وعندما تسرب أمر الإيميلات الذي يتبادل فيه الأسد ولونا الشبل كلاما حميمين، انفصل سامي كليب عن لونا الشبل وأعلن طلاقهما رسميا. وتزوجت بعده الرئيس السابق للاتحاد الوطني لطلبة سوريا والعضو السابق بمجلس الشعب عمار سعاتي. وظهرت لونا الشبل ضمن الوفد الممثل للنظام المشارك في مؤتمر جنيف 2 في كانون الثاني عام 2014، في حين أدرجتها الولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة العقوبات لقربها من بشار الأسد ودعمها له. وذكرت مصادر محلية أن عمار سعاتي الذي يملك مع لونا الشبل منتجعا في مدينة سوتشي الروسية كان يستعد للسفر إلى روسيا على أن تتبعه زوجته، إلا أن معاملة سفره تم إيقافها على الفور وأبلغ بأنه ممنوع من السفر خلال هذه الفترة. عمار سعاتي من مواليد دمشق عام 1967 ويحمل دكتوراه في هندسة الطاقة الكهربائية، عمل كمدرس في كلية الهندسة الكهربائية وعضوا في مجلس الشعب بين عامي 2003 و2015، وشغل منصب رئيس مكتب الشباب في القيادة المركزية لحزب البعث قبل أن يستبعد منه في إيار الماضي. وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية عمار سعاتي على لائحة العقوبات المفروضة على النظام السوري في عام 2020، متهمة إياه بالمسؤولية عن تجنيد الشبان السوريين ضمن ميليشيا كتائب البعث، ومشيرة إلى أن له دورا فعالا في تشكيل السياسات الوحشية للنظام السوري.